السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. في الاول كنبغي نشكر الناس اللي انضموا جداد للقناة، نقول لهم مرحبا بكم في الاسرة ديالنا باش تكونوا نتوما فرد منها. وبالنسبة للناس اللي ديجا في القناة فكنقول لهم شكرا على الدعم ديالكم، لي جيم ولي كومونتير فهما حافز ليا. وداكشي علاش انا جيت لكم بهذه الوصفة الاكثر من رائعة، وصفة سهلة سهلة بكل مقاييس وكتستحق التجربة، وان شاء الله غتجربوها وغترجعوا تشكروني على هذه الوصفة الرائعة جدا اللي ما فيهاش بزاف المقادير وما كتاخد منك واحد المجهود اللي كبير، يعني في واحد الوقت وجيز اللي كتوجد ورائعه اكثر من رائعه. انا نخليكم هنايا مع الصور وغتشوفوا كيفاش النتيجه ديالها. هاد الخبز هذا كيتسمى خبز القهوه او كيتسمى الخبز الياباني، فهو كيكون مقرمش من الفوق وهش من الداخل كي بحال شي قطن، رائع جدا وكيستحق التجربه. فانا كنوري لكم هنايا الصور ديالو وان شاء الله جربوه وما غتندموش، فهو ناجح من اول تجربه ان شاء الله ما غاديش يخيبكم. وهكا نتوما كتعرفوا ان الوليدات مقبلين على الدخول المدرسي، كيبغيو شي حاجه للكوتي، كيبغيو شي حاجه يفطروا بها، ولا مثلا اللي عندهم لا كونتين كيبغيو يديو معاهم شي حاجه، فهاد الخبز كيبقى زوين ويمكن لك تحتفظي به بالمجمد. كيبقى زوين بحال اول مره صايبتي، كيبقى بحال القطن رطب وزوين ومقرمش من الفوق، يمكن لك تضيفي عليه الشوكولات من الداخل، فكتبقى الاختيارات مختلفه والادواق كتختلف على حسب الذوق ديال الاولاد ديالكم والذوق ديالكم حتى نتوما. كما كتشوفوا فهو رطب جدا وهش، يعني كتبركي عليه فكيعاود يرجع يعني بحال شي اسفنجه، رائع ومقرمش من الفوق كما كتشوفوا في داك المذاق وداك النسمه ديال القهوه. بالنسبه للناس اللي كيعز عليهم القهوه وكيعجبو المذاق ديال القهوه، فالصراحه غير جربوه وما غتندموا، راه رائع رائع جدا. وقبل ما نبداو الوصفه ديالنا ما تنساوش ديروا جيم وديروا كومونتير، وبالنسبه لي اول مره ينضم للقناه ما تنساش دير ابوني وتخلينا شي جيم زوينه من عندك. ونخليكم مع المقادير. بالنسبه للمكونات فغنحتاجوا جوج معالق كبار ديال الخميره الفوريه، غنزيدوا عليهم معلقه كبيره ونص ديال سكر سنيده، كاس ديال الحليب، وكاس ديال الماء يكون دافي، ما يكون سخون بزاف، يكون غير دافي واحد شويه. وغنحتاجوا ربعة الكيسان ديال طحين فرص رطب ديال الحلويات النوعيه الجيده، ولا خمسة الكيسان على حساب النوعيه ديال الدقيق، حيت كاين واحد النوع ديال الدقيق كيشرب وكاين واحد النوع اخر ما كيشربش لينا الماء بزاف، داكشي علاش نقدروا نحتاجوا ربعة حتى الخمسة ديال الكيسان. ففي الاول غادي نحتاجوا الاناء اللي غادي نديروا فيه كاس ديال الماء اللي دافي واحد شي شويه، غنزيدوا عليه جوج معالق كبار ديال الخميره الفوريه، وغنزيدوا عليه كاس ديال الحليب، وغنحركوا الخليط واحد شي شويه، وغنزيدوا عليه سكر سنيده وقبيصه ديال الملحه كما كتشوفوا، وغنحركوا الخليط ديالنا جيدا حتى ينسجم. عاد داك الساعه يمكن لينا نضيفوا الطحين ديالنا كما كتشوفوا، فغنبدا نخلط الخليط جيدا حتى ينسجم وما بقاش لينا سنيده هكا نحسوا بها مكركبه ولا الملح، يعني غنحركوه جيدا حتى ينسجموا العناصر كامله اللي درنا كما كتشوفوا. فغنحركوه مزيان، فما غنحتاجوش نخلط الكهرباء، يكفي اننا نديرو هاد الطراب اليدوي فهو كافي اننا نخلطو به ونجمعو به المكونات. ومن بعد غنضيفو الطحين بشويه بشويه على حساب الخليط، وحتى نحسو بان القوام ديال العجينه ديالنا غيكون خفيف، ما يكونش كيلصق لينا بزاف ولكن غيكون رطب بحال اللي كنعجنوا العجينه ديال المسمن، يعني كتكون العجينه اللي مرخوفه بزاف. يعني نبقى نضيفوا الكميه بشويه بشويه وحنايا كنشوفوا القوام ديال العجينه ديالنا كيف بغينا. في الاول غنستعملوا الخلاط اليدوي حتى تبدا العجينه كتجمع، عاد داك الساعه يمكن لينا نخدموا بيدينا كما كتشوفوا. نبقاو نحركوا مزيان باش ينسجم لينا الطحين مع الخليط، ومين تبدا العجينه ديالنا كتجمع داك الساعه نعجنوها بيدينا. فالعجينه ديالنا كما قلت لكم ما غتكونش قاصحه بزاف وما غتكونش رطبه بزاف، ولكن غتكون عجينه اللي خفيفه بزاف بحال العجينه ديال المسمن اللي غتكون هشيشه ولكن في نفس الوقت ما كتلصقش بزاف
كما كتشوفوا فانا ربعه الكيسان ما خدونيش، فازت تقريبا واحد نص كاس تقريبا ديال طحين رطب. كما كتشوفوا صافي، وكنبقى نجمعها حتى يولي القوام ديالها رطب ومتماسك كما كتشوفوا. فهذا هو الشكل النهائي ديال العجينه ديالنا. غنخليوها ترتاح، ولكن قبل ما ترتاح حيت هي غترتاح على جوج ديال المراحل. المرحله الاولى غنخليوها ترتاح ربع ساعه، والمرحله الثانيه نخليوها ترتاح ساعه تقريبا. دونك المرحله الاولى غادي نهزوا هاد العجينه ديالنا كما كتشوفوها، هو القوام ديالها فهي رطبه ومرتاحه. في الاول خليتها واحد 5 دقائق بيد ما جبت الزبده، ودابا غنجيبوا العجينه ديالنا غنرشوا سطح العمل باش غادي نضيفوا ليها الزبده، وغنخليوها من بعد ترتاح واحد ساعه ديال البقره كما كتشوفوا. فهذه هي العجينه ديالنا، من بعد بعلكناها مزيان وخليناها ارتاحت واحد القسم بيد ما وجدنا الزبده. فهنا كيبان لكم سطح العمل، فنرشيت شويه ديال الطحين باش ما تلصق ليناش العجينه. كما كتعرفوا فهي العجينه مرخوفه شي شويه، فانا غنحاول نوزعها فوق سطح العمل، عاد نضيف ليها الزبده كما كتشوفوا. كنبسطها مزيان، فهي راه واخا رطبه بزاف راه هي ما كتلصقش بزاف في اليد كما كتشوفوا، وخصوصا بعد ما غنزيدوا ليها الزبده فراه ما غتبقاش تلصق نهائيا كما كتشوفوا. فنزلت لها هاد الطريف ديال الزبده، تقريبا جوج معالقات ديال الزبده ولا معلقه ونص ديال الزبده صافي. وكنبقاو هذاك نحاولوا داك الزبده اننا ندخلوها في العجينه بشويه بشويه، وحنايا كنعلكوها حتى كيولي القوام ديال العجينه ديالنا رطب بزاف. هاد الزبده كنضيفوها باش كتعطينا واحد القوام زوين للعجينه ديالنا، وعاد المذاق اللي كتخلي زوين ديال الزبده. وكنبقاو نعلكوها بهذه الطريقه هذه حتى كتدخل فيها داك الزبده مزيان كما كتشوفوا. بهذه الطريقه كنحاولوا ندخلوا الزبده، نبقاو نعلكوها مزيان حتى كتدخل لينا هذيك الزبده في العجين. يعني واخا كتشوفوها في الاول بدات داك العجينه كتخفف بزاف، وكما تخافوش ملي بدات تجمع ملي تشرب داك الزبده غتولي القوام ديالها زوين بزاف. يعني غتعذبكم واحد شويه شويه في الخدمه انكم خصكم تعلكوها باش تدخل فيها داك الزبده، ولكن راها كتولي العجينه زوينه من بعد ما كتشرب داك الزبده كما كتشوفوا. فهانتوما شو القوام ديالها من بعد ما دخلنا فيها داك الزبده مزيان كما كتشوفوا. كنبداو نعلكوها واحد شي شويه بحال اللي كنعلكوا الخبز ولا المسمن ديالنا. هانتوما كما كتشوفوا، فانا حاولت ندخل فيها الزبده مزيان. كل ما دخلتو في هذاك الزبده وعلقتوها مزيان كيكون من الاحسن. ومن بعد غنولي نضربها فوق سطح العمل باش كتدخل فيها داك العجينه داك الزبده مزيان كما كتشوفوا. كنخبطها فوق سطح العمل، كنعلكها عاوتاني وكنخبطها فوق سطح العمل بهذه الطريقه حتى كنتاكد بلا العجينه ديالي راها انسجمت مع داك الزبده وولات ليا القوام ديالها كيف بغيت، رطب وما كيلتصقش كما كتشوفوا. ها نتوما ما بقاتش تلتصق والقوام ديالها ولا زوين. دابا غنشدها وغنغطيها وغنخليها ترتاح تقريبا ساعه حتى لساعه الا ربع، وغنغطيها بالميكا وغندير لها شي منديل ونخليها جانبا. ها نتوما شفتوا كيفاش ولات. انا دابا غنغطيها وغنخليها ترتاح ساعه المكانه كيف قلت لكم. وهاي العجينه ديالي نخليها ترتاح ونتلاقاو من بعد ساعه ديال البقره. ها نتوما كتشوفوا العجينه ديالي فضعف الحجم ديالها، وها هو القوام ديالها كيفاش جا، تبارك الله منفوخه ومفخفخه، القوام ديالها كيجي زوين زوين بزاف. ها نتوما كما كتشوفوا هاد من بعد ما خمرات تقريبا واحد ساعه الا ربع، يعني مكملش الساعه. ما نتوما كتعرفوا دابا الجو سخون فما غتحتاجوش تقريبا ساعه كامله، فيكفيكم واحد نص ساعه حتى لساعه الا ربع كما كتشوفوا. ها نتوما من خشيت تبعي فيها راه نتوما غتشوفوا كتفش داك الهواء كامل اللي فيها. من بعد نشدوا هاد العجينه ديالنا غنحاولوا نقسموها. فانا هاد العجينه هادي خرجت ليا تقريبا 12 الكويوره
كما كتشوفوا، فغنحاول نقسم العجين. ما ديروهاش كبيره بزاف حيت كتختمر وكيتضاعف الحجم ديالها. كنقسموها غير بشويه هكا بالسكين، وكنصايبو كويورات صغيورين بحال الكويورات اللي كنديرو في المسمن. كنكوروها هكا بيدينا وكنحطوها جانبا حتى نعاودو نكوروها من بعد ونقادوها، وكنكملو بنفس الطريقه كما قلت لكم. فانا خرجت لي 12، فانتوما الا صغرتوها اكثر من الحجم اللي درت انا فغتعطيكم عدد اكثر. وبالنسبه اللي عنده وليدات باغي يصيبهم الوليدات الكوتي، فمن الاحسن انكم تجيو تصغروهم واحد شويه باش تخرج لكم كميه اكثر. فهي ما كتحتاجش واحد المجهود اللي كبير، ولكن كتحتاج غير واحد الوقت، يعني انك توجديها هكا بواحد الوقت اللي كيكون عندك هكا زايد باش كتخليها ترتاح وكتوجد على خاطرها، حيت هي كل ما اختمرت مزيان كل ما كتجي مفشفشه ورطبه وزوينه. نتوما كتعرفوا بان المعجنات كتبغي تخمر، كتبغي انها ترتاح باش كتجي زوينه وكتجي مفشفشه ورطبه كما كتشوفوا. فانا قسمت العجينه ديالي بالتساوي تقريبا. كما كتشوفوا فهذه هي العجينه ديالي اللي قسمت. فانا حصلت كما قلت لكم على 12 ديال الكويورات اللي قطعت، كنحصل على 12. هاد 12 هادو غنشدوهم وغادي نبدا نعمروهم بطريفات ديال الزبده. كل قريصه غادي ندير فيها طريف ديال الزبده. واخا عجناها بالزبده فهاد الزبده هادي ما غاديش نعجنوها بها، ولكن غتبقى وسط منها، غتبقى وسط من داك القريصات باش مين كطيبو كنحلو داك القريصه ديالنا كتبان لك هكا خارجه منها سايحه داك الزبيده. العجين ديالي كامل بنفس الطريق، غنبدا نقرصهم وندير فيهم طريف ديال الزبده ونحطهم حتى نكمل العجين كامل بنفس الطريقه كما كتشوفوا. فانا قرصتها وغنزيد ليها طريف ديال الزبده وغادي نكمسها وغادي نقادها بيديا نكورها مزيان وغادي نحطها جانبا كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل العجين ديالي كامله. ومن بعد غنديروها في واحد الطاوه اللي فيها كنحطوا فيها ورق ديال الزبده وكنستفوا فيها العجين ديالنا. من الاحسن انكم تبعدوا العجينه ديالكم حيت كتختمر وكيتضاعف الحجم ديالها تفاديا انها تلصق لكم مع بعضياتها ويبقى الشكل ديالها والنظر زويون كما بغيتوا. كما كتشوفوا فهذه هي العجينه ديالي استفتها في اللاطه وغادي نخليها تختمر واحد شويه بيد ما ندوزوا الخليط اللي غادي ندهنوا به هاد القريصات ديالنا. فغنحتاجوا في هذا الخليط واحد تقريبا واحد جوج معالق ديال الزبده، معاهم جوج معالق ولا معلقه ونص ديال السنيده. غادي نحركوها مزيان مع الزبده حتى ينسجموا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. نحركوها حتى تنسجم باش نحصلوا في الاخر على واحد القوام بحال الكريمه. من بعد غنضيف للخليط ديالي واحد جوج ديال البيضات، غنضيفو بشويه بشويه، غنضيفو واحد الكميه ومن بعد نضيفو الكميه الاخرى وحنا كنخلطوا كما كتشوفوا باش نحصلوا على واحد القوام كما قلت لكم في الاخير اللي كريمي اللي غادي ندهنوه فوق داك القريصات ديالنا. كما قلت لكم فغتحتاجوا واحد جيب حلواني كما كنقولوا ليه عفوا، ولا غنحتاجوا واحد الميكله. ما عندكش هذاك الجيب الحلواني فيمكن لك تستعني بواحد الميكله اللي تكون قاصحه شويه، داك الميكات اللي كنستعملوهم للمجمد فهي كافيه انك تقطعي لها الراس ديالها شويه بالمقص ويمكن لك تزوقي بها داك القريصات كما شفتوا. فهنايا غادي نضيف الكميه اللي بقات ليا ديال البيض مع السكر والزبده ونبقاو نطربوهم جيدا جيدا حتى ينسجموا مع بعضياتهم باش تحصلوا في الاخير كما قلت لكم على واحد القوام داير بحال لا كريم، قوام اللي هو كريمي جدا كما كتشوفوا. فانا حاولت نحركو مزيان حتى تذوب ليا داك الزبده اللي درت في الاول. ها نتوما كما كتشوفوا فانا كملت الكميه كامله ديال البيض
كما قلت لكم درنا جوج بيضات. من بعد غنزيدوا ليه هنايا نسكافي. يمكن لكم ديروا داك الساشي غديروا ثلاثه اللي كان عندكم ساشي، كانت عندكم قرعه غديروا تقريبا ثلاثه ديال المعالق كبار ديال نسكافي مع شويه ديال الماء باش غير باش تذوبوها. فهي في الاصل خصها تجي داك اللوغو ديال القهوه يكون قاصح وباين، يعني ما تكثروش فيها الماء غير واحد معلقه ديال الماء باش انكم تخلطوا هذاك نسكافي ديالكم. ومن بعد غنحتاجوا ربع كاس ديال الطحين حتى نص كاس، يعني غنحتاجوا القوام ديالنا يولي بحال هكا، يعني غتزيدي الطحين على ان اساس ان القوام اللي تحصلي عليه يولي بحال هذا الشكل، هذا بحال القوام اللي كنديروا به الكيكه. ها انتم كما كتشوفوا ما خفيفش وما ثقيلش بزاف كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديال الخليط اللي غنديروه فوق العجين ديالنا. كما كتشوفوا فانا اكتفيت انني نديرها غير في البلاستيك اللي كنستعملوا المجمد حيت ما كانش عندي الجيب الحلواني كما كتشوفوا. فكنعمروا داك البلاستيكه ديالنا مزيان ومن بعد غنحاولوا اننا نقطعوها بالمقص، ولكن نحاولوا تقريبا اللي غتكون غير صغيره بزاف ما تكونش كبيره باش من نزوقوا ما تعذبناش في التزواق. كما كتشوفوا فهذه هي العجينه ديالنا كما تشوفوا راه درت غير تقريبا غير صغيره، وغادي نبداو نديروها فوق العجينه ديالنا بهذه الطريقه ونحاولوا ما نخليوش الفراغ يكون كبير باش من تسيح لينا هاد العجينه اللي درنا من الفوق ولا هاد الخليط هذا يجي وكيغطي العجينه كامله ويجي اللون ديالها كله مذهب ومغطيه كامله كما كتشوفوا. بهذه الطريقه غنديروا العجينه كامله كما كتشوفوا. هي هاد الاولانيه راه بدات كتسيح، يعني كلهم في الاخر يوليو كاملين هكا سايحين ما يبقاش يبان لكم هاد الفراغات. من بعد انا غنعاود نعمر كاع داك الفراغات، غير في الاول كنتاكد بان الخليط غيقدني العجينه كامله، دونك كنبقى نعمر العجينه كامله بهاد الطريقه اللي خفيفه عاد من بعد ملي كتشيط ليا داك الخليط عاد كنبقى نرجع نعمر العجينه كامله من الاول ما كنخليه حتى شي فراغ كما كتشوفوا. بهاد الطريقه هادي وانتوما غادي حتى كتكملوا العجينه كامله، حاولوا ما تخليوش فراغ كبير. وكما قلت لكم حتى تكملوا العجينه كامله داك الساعه رجعوا كملوا الفراغ، لا بقى لكم هكا شي فراغ شي بلاصه خاويه كملوها وعمروها باش من تجي من طيب ويذوب هاد الخليط اللي من الفوق غيجي كله مذهب ما تبقاش شي بلاصه هكا ما وصلتهاش هاد الخليط. كما كتشوفوا من بعد ما كملت العجينه ديالي كامله فكتشوفوا هذا هو الشكل ديالها من بعد ما زوقتهم كاملين كما كتشوفوا. ومن بعد غادي نديروهم في الفرن اللي كنكونوا سخناه من قبل كما كتشوفوا. ها نتوما كتعمروا الفراغات ما تخليو حتى شي بلاصه اللي تكون في خاويه باش من يذوب يجي كامله تجي محمره كما قلت لكم. من بعد ما غنساليو غندخلوها للفرن يكون سخون ونخليوها طيب ونشعلو عليه من الفوق ومن التحت ونخليوها طيب على خاطرها كما قلت لكم كنشعلو عليه من الفوق ومن التحت. ومن بعد كتشوفوا هذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها، هذا الخبز الرائع كنسميوه خبز القهوه، رائع بكل المقاييس كما كتشوفوا الشكل ديالو وناجح 100% من اول تجربه.
غي جربوه ان شاء الله وما غتندموش، فهو زوين كيعجب الوليدات الصغار والكبار. عندكم والديكم ساكن كبار في السن ما عندهمش السنينات، فهذه هي الوقيته اللي تاخذوا فيها الرضا، ما غتاخذوش واحد المجهود كبير ولا واحد المقادير اللي كتار، يعني مقادير بسيطه وغتاخذوا الرضا ان شاء الله. وحتى الا بغيتوا تفرحوا وليداتكم فهاد الوصفه كتجي رائعه بزاف بزاف كما كتشوفوا انتم كيفاش كيجي القوام ديالو رطب رطب وكيجي كله مغطى كما قلت لكم. فكتحاولوا داك الخليط انكم تغطيو به العجين كامله باش ما تبقاش شي بلاصه ما خدتش اللون كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديالو النهائي، فهو رائع وكنتمنى انكم تجربوه وتخليوا لي لي كومونتير ديالكم وتقولوا لي كيفاش جاكم، فانا اكيد انه غينجح لكم وغيجي رائع وزوين ولذيذ بزاف وما كاينش اللي غيعجبو عندكم في الدار، غير جربوه وما غتندموش. ها انتم كما كتشوفوا الشكل ديالو، فهو مقرمش من الفوق وقطني من الداخل. وبالنسبه للناس اللي بغاو يحتفظوا به في المجمد، فانتم فيما تبغوا تستعملوه فحاولوا انكم تشعلوا عليه الفران غير من الفوق، حيت باش هذاك هذيك البارتي اللي كتكون من الفوق كترجع عاوتاني مقرمشه، حيت هو ان فوا كيبرد هذيك البارتي اللي كتكون من الفوق اللي كنكونوا صايبنا كتبدا تولي رطبه حتى هي. الا بغيتي ترجع مقرمشه فكتشعلي عليه الفران غير واحد شويه انه يسخن من الفوق، فكترجع مقرمشه بحال الله اول مره تصايبيه ولا بحال اول مره خرجتيه من الفرن، فكيبقى الشكل ديالو زوين كيبقى خفيف وهش وقطني الشكل ديالو من الداخل وكروسيو من برا. فكنقول لكم جربوه ان شاء الله ما غتندموش، راه رائع بزاف. انا دقتو الصراحه عجبني بزاف وحتى الدار عجبهم بزاف. يلا ما تعكزوش حتى نتوما وجربوه في حالي، اكيد حتى نتوما مالين الدار غادي يعجبهم ويشكروكم على هاد الوصفه. غير جربوها راه ما فيهاش مجهود كبير ولا مقادير كتار، والشكل كيكون رائع وراقي، وداك الساعه يمكن لكم تزينوها كيف ما بغيتو بالطريقه اللي بغيتو. وخليت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، وكنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. باي باي.